يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك فزاغت منك؟ ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق. طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟ امال انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا انا مش قايل لك البت تحت بيتها؟ ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه ماشي. اسي خميس، اسي خميس، الحاج عايزاك. اوعى يا اتفضل. اوعى ست شوق. امور ست شوق، ازيك يا مطني؟ الحمد لله. انا عارفه انك هتركز معايا كده وهتدور. ماله افندينا؟ مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ ايه اللي حصل؟ معرفش، اساليه هو. وهو انا لو عايزه اساله هاخد الاذن منك انت؟ يا واد انت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. حضرتك عارفه يعني الاوامر. ما اقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دورة. العين دي قبل العين دي. مين رمانة؟ رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوة. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. ما حدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد، الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفايه وش يا ابني بره. يلا بط، يلا راحه راحه، واشربوا شاي. يجبر مين يا اما؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليك، يديكي طولة العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرام اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر، بس بفكر، بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا طمني، العمروتي شاريني كده وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضيلك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل. دي فرصه، فرصه يا خميس، اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي انت ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكه شوك؟ البنت انا سالت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش، طلعت بنت تاريخ. يتوب علينا ربنا. وادي يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده، اديله خبر بس. شو لا مؤاخذه حاج، لا مؤاخذه حاج، ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسن المخفيه. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليك معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك؟ شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك
بنظرة واحدة. أيوة بس مش هنا، المرة اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مرة تسلم الجرة. أفندينا عنيف في كل حتة، وأنا مش عاوز أدخل معاه في سكة عوائق وأنا داخل على الانتخابات. اخص على الرجالة اخص بقى، ده بجاش المري اللي كانت كلمة منه تهز أجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسة. هي يا أخويا السياسة بتعلم على الرجالة وتعمل فيهم كده؟ يوه يا شو يوه، ايه هما الكلمتين اللي عايزه تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفستكت مني كده زي ما انا شايفه، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخل؟ هي الحكاية يا أخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي أنا، وسط ناس تانية، وانت اللي هتجيب لي قرارها. ما تخلصينا يا شو، هي فوزير بنت رقصة اسمها رمانة، واكلة دماغ أفندينا، عايزك تجيب لي كل كبيرة وصغيرة عنها، واوعى تقولي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحدة شمال زي دي يا مور. شكلك كده نقلت العطر ورسي على افندينا ورميتي طوبة الكل اللي على فكرة هو المعلم ابو سنة، سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمة زي دي. حلاوتك حلاوتك يا شوق، اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذة يروح يقول له واللي يحصل يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكرة فاكرة يا بنت؟ ما بيسألش عليا ابدا ولا بتشوف عينيا ابدا. كمان كلام وحديد وغرام ولا في العواديت. ينيلك فكرتني بايام الهي لا يعدها. يا صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحة لواحدة حبيبتي أوي. واحدة حبيبتك؟ أوي. والخال عارف بقى ولا دي مجاملة منك؟ لا ما هو الخال مديني تصريح مفتوح. كمان؟ حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامة. طب ما يلزمش مني أي حاجة. فكر. شكريه. والوقفة دي مش حلوة. يلا بالسلامة وصبحي لنا على الخال. يوصل يا اختي. يلا يا ماما. ولا فندم مين اللي يخصنا النواحي دي كده؟ مطرح مكانك جاي يا ست شوق. ايوه معرفش ما استعملتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المدة دي. بقولك ايه، انت متأكد ان الولاية دي كلبة فلوس؟ يعني تبيع اي حد عشان قرش زيادة؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومة وانتهى. عاوزك تركز بقى في خميسة فندينا، عايزك تجيب لي خط سيره بالساعة وبالدقيقة، وما تقوليش بقى بيروح الغرزة ولا المكتب عند المحامي. لا من ساعة ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما أحب أجيبه أجيبه. طيب ماشي سلام. أنت بقى مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. امتحانات المباحث حصلته في 3 أسامي تحريات. انا بقى حديدة الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه سمحت اسمه
اسمه يا سيدي اسمه لؤي الشريف ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين، لأمي انت متأكد؟ اقصى عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي. ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا لما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر انت تجيب المعلومات وتقبض اتعاب. خميس انا خايف عليه. القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب لو قفشت في لحمك ما بتطلعش الا بالدم، وانت مجرب. وبعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس. كلامك كتر قوي يا مطره. البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. انا ما قلتش حاجه يا معلم، انا بس كنت بسال. هتفضل حابس البت كده كتير؟ انت مالك؟ الله، حاشره نفسك في حاجه زي دي ليه؟ اصل اكتشفت ان حالها من حالي. انت حابسني في جوازه ابنك عشان خايفه اقرب كلمه كده ولا كده، وحابسها برضو وانت عارف انها جاسوس. فتره كلمه زياده وحنسى انك مرات ابني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان. انا بس عايزه اقول لك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيله اخليها تقفل بقها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحه البت صعبانه عليا وغلبانه، وبصراحه كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسه دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكم ومالي، حاشرين مناخيركم في سكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيفي انا، مش بكيفكم انتوا. انا عارفه ان البت عاجباك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، ان ضغطت عليه شويه يفرع في وشك. هو ده عيب النسوان، بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضي الوبور. ماشي، غالي والطلب رخيص يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة ليه؟ المعلومات يعني. لا لا، قول لي الاولانيه. الدادة الدادة. دادا يا واد انت اللادا بحبك. حلاوتك يا فنينة ما جاش يا حلو. فاكر يا ده ما كنت بتسرق يا ده تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمة زعلت. انت مالك انت ولا حدث المكاتب؟ انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي، خد يا سيدي الدادة بتاعتك، يرضع منها براحتك. بجاش هو انا كده تعبتك؟ قال لا 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 لا، تعبك روح. المرة دي هتعب لك، المرة الجاية تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعة فندينا، اول قطفة من اللي جاي باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا، دي اخلاق المعلمين والا فانا. ولا على راي المثل ايه؟ لا يقسم على الحياه ولا حياه اللي ما انتوا نادي. يعني ولا حاجه. انت خشش المجلس تعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. عاملة ايه يا عروسة؟ ايه؟ فهمت.
اسف يا معلم، تعتقني الوجه. لا انا خلاص طلبت، مش هعمل كده تاني. معلش، كان لازم احميكي من نفسك. لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم، طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم، والله ما هعمل كده تاني. انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرج من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي ان انا احن عليكي من الحكومه؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، انا عاوزها عروسه على الفرازه. ولو قدرت تفرديها شوية، فرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي، ها؟ بدي احوله يا اختي بالجلابية على الفحم والشيشة. يو بقى؟ تكنينة موكوسة. أي. في عينك. لا ما ينفعش يا علي. ما ينفعش نقرب منها أكتر من كده، لأن لو قربنا منها أكتر يبقى بنأكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح أكتر وأكتر كمان. أمال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح إن النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على أي حاجة شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. آه هتجيبها هتقولك على كل حاجة، وأول ما تسيبك وتروح للنوح هتقول له برضه على كل حاجه. بنتي دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل ياسر بيه؟ احنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجه علي احنا ما فكرناش فيها. حاجه ايه يا باشا؟ حريم الرجاله دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقول لك. ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجال دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول للرجالة دول. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس. هي تبعه؟ تبقى مرة شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابة دلوقت؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حل لقمة العيش. والفاتحة على العيال اللي بأصله ما يرعيش ربنا في أكل عيشه. آمين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد إيدك يا معلم. هللة، بسم الله يا رجالة، إحنا مكشوفين ولا إيه؟ إحنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحة دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين ناسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم، ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الاوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكه رايح جاي من عندك ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤوليه يا معلم، مسؤوليه. ناكل بقى صبيط عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكم يا رجاله وكلوا، ما تخافوش هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف.
ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبيلو يا سلام. نبيلو. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى حته ابو سنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش، وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسمها على اللي يخون العهد والكلمه، واللي اوله شرط اخره فالينا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنه؟ اصل شوق مخنوقه شويه، قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حته. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمه بين اربع حيطان يا حاج، اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجه، ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع، ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عيون شوق. مش يلا عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتاخروا، كله محصل بعضه. هات يا جمايل يا رب. يلا يلا. كله يعيش مع نفسه كلنا وجروحه، واللي زعل نفسه هو الجرح على روحه. يعيش مع نفسه يلا، واللي زعل نفسه يلا. كله يروش كله يفرفش، عيش معه وعيش كله يدلع، واللي يدلع لا 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 ما تزعليش. يا بيسا من ساعات ما ادتني البتاعه دي وانا دماغي هتنفجر، شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضربه حاجه؟ نص حبايه من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمه. طب على مهلك يا اختي. رمانه يا دكتوره. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. اؤمريني وانا اجيب لك اسطول دكاتره يبقى تحت رجلك، بس انت تقشري.
انا تمام. احلى ازازه فعلا مزاج للنجوم الليل واخره. ميرسي يا شلل. انا تحت الامر والطاعه. وريني كده. الملك اتنفضتي كده ليه؟ ما احنا كنا كويسين. شلبي ايه ده؟ في ايه؟ اثبت. امرنا يا فندينا. شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه. ايه ده؟ مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا. ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه. يلا. يلا. معلش تعال اقعد معايا على الباه. لا مؤاخذه يا فندينا. يلا. ايه؟ انت لازم تسيب بصمه في كل حته؟ الخال. ايوه الخال. ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود. روق. انت عرفت السكه منين؟ البركه في شوق. لا اله الا الله. مالك يا اخويا؟ مش بيقولوا اللقا نصيب؟ انما ايه الحلاوه دي؟ قمر وانت متعصب. توب علينا ربنا. اقعد يا خال. اقعد يا شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل لليله دي هلفطت سكاره، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليله. بس دي مش اصول برضو يا ملط. رمانة، الحركه دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابه يا دكتور. لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. مانا الليله انضربت يا مالك. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. أمر بالسبب. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صبعين دخان الخال. يالا هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان، مش عايز تقولي اروح الحمام منين؟ امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله، خلي بالك من نفسك. اسد. علينا ربنا. قال من الحق ابو جمعه، لو تبنا ربنا هيقبل التوبه دي؟ طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني. يا راجل امال انت جمال يا رب.
مين ده؟ ده المطر. قولي لي يا بنت يا سوري، انت عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ تكونيش يا بنت سحرتي له. والنبي يا ست مطر لا سحر ولا شعوذة، دي توليفة بالصلاه على النبي تولف القلوب على بعض. انا تعبانه قوي يا سوري، خلاص ما عدتش عارفه اعمل ايه في البيت ده، لا عارفه ارضيهم ولا هم مديني فرصه، خلاص تعبت على الاخر. ما تشيليش هم يا ست مطر، ليكي عليا اول ما اتجوز المعلم هخليه يعاملك احسن معامله ويراعيكي كمان. بيت انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ مني قاعده نضافك، لمي نفسك لاديكي بالشبش. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني انا كنت مش نظيفه ولا ايه عشان تنضفيني؟ انا زي الفل اهو. لا يا اختي كنت مهمله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه، وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده، انا مش قصدي، ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت. استغفر الله العظيم يا رب، انا تعبانه قوي، انا حاسه ان انا في حاجه لابسان. مش انت قلتي هتروحي للست اللي انت سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انت تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي، اجيب لك تليفونها افتحي معاها كل السكك، عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي، يلا يلا كملي شغلك، خليني اروح للمعلم. يو قومي خالص، قومي من هنا يا معلم. احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورنا النهارده، احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصحبته، يعني الهرم الرابع، يعني برج افريقيا العالي، المعلم ابو سنه، احلى عيون على المعلم ابو سنه هو وصحبته، يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق، فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. أفندينا تحية جميلة يا حبيب قلبي، أحلى أفندينا في الدنيا معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة من حقيقة حياة غالية. الدنيا مش دنيا عافية ولا عز ومال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلوان، اللي عداها وقال كافية تحذفه من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عايش فيها بالذوق، ماشي بتمرجح فيها من تحت لفوق 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 لفوق. بوسي قولا حياة الأفندينا بتنور الدنيا علينا، الخميس أفندينا بنور الدنيا وصحبته جميلة، أحلى معاك أبو ستة قولا قولا. الدنيا سيما وطبيعتها كلها أفلام، بنمثل فيها وبتخرج قبل ما بتخاف، حاجة جميلة أحلى أفندينا في الدنيا. قول الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي، اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليكة عليا حلفان، انا ما صدقتش نفسي لما شفتك بره في الصالة مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي. سيبك انت،
ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعتي كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة هنا يجيلك انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالت، امبارح شوق والنهارده رمان. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غيرش انا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزاك تجيبهولي منين عنا. أمورين أمورين يا سلطان، بس انا مش فاهم تقصدي ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزه ازحها من سكته، شوف لي طريق. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا